تفضل سيد وزير في اطار بعد الضحكين. اولا كاين قانون الرقمنه اللي غيوجد لكم، راه هو في مجلس الحكومه يوصلكم باش تناقشوه في الشهر المقبل ان شاء الله، الى ولا غيحدد هذايا طريقه وعمل الرقمنه في المحاكم. عندنا جوج المشاريع الان خدامين عليهم باش نعطيكم كنموذج. بغينا غير نديروا واحد البلاتفورم ديال العقود، شكون اللي مزوج شكون، شكون اللي شاري شكون، تنقلبوا على هذا الشيء. ما دابا واحد يكون مزوج في الرباط، الا مشى لاكادير ما تعرفوش مزوج ولا ما مزوجش، باش غير نعطيو ديك شهاده العزوبه. كاش شهاده العزوبه هنا نمشي لبلاصه اخرى يجينا شهاده العزوبه اخرى. قلنا نديروا واحد نعرفوا شكون اللي مزوج وشكون اللي ما مزوج بعدا على الاقل. قلنا نديروا هذه العقود، وهذاك هذاك هذا مهم، هذا لنا فيه الايرت وفيه بزاف الامور وفيه الضبط وفيه حقوق المراه. المساله الثانيه الاخرى، هذه البلاتفورم بغينا نديرها فيها عقود ديال الاراضي غير المحفظه، ما عرفناش شكون شكون اللي تيملك شكون. فبناء عليه قلنا غادي ندير واحد البلاتفورم فيها كلشي، كدير لا كارت ناسيونال ديالو، كتعرف الاملاك ديالو، كتعرف شنو هي وضعيته العائليه، خلينا نعرفوا بعداش نعرفوا بعضياتنا. فما انا سمح لي السيد الرئيس الا طول شويه، هذاك العقد ديال الزواج علاش قلتها؟ كاين واحد مثلا في وجده كيتزوج كيخلي المراه بالولاد، ما كيعطيها نفقه، كيجي لاكادير كينس واحد ست شهور، كيمشي عند المقدم راه ساكن عنده شهاده السكنه، كيشد شهاده العزوبه اخرى، وكيمشي لينا يتزوج مره اخرى ويخليك ثاني ولاد اربعه ولاد اخرين. قلنا لهم هذا الشيء خصو يتضبط باش يولي يدخلوا، فما باش نحبسوا شويه من هذا الشيء. هذه ما عجبتكم ها؟ هذه ما عجبتكم. شكرا السيد الوزير.